14/10/2014. يعطيكم العافية. شلونكم؟ عمو احكي لي شو الوضع برا السان، شلون عايشين، شلون وضع السان؟ متساوى، ما شايف القذف بضربونا كل يوم، كل يوم بضربونا من كتيبة المشرفة، من الكتيبة هاي، من هاي الملوك، وكل شيء كل شيء ضرب، كل شيء ما بيخلونا ننام. يعني القصف متواصل بالليل نهار؟ متواصل كل يوم. لما بصير قصف انت وين بتروحوا، وين بتخبى؟ في عندكم ملاجئ تخبوا فيها يعني؟ في عنا حدنا ملجلس تخبوا فيه شي 200 واحد، تخبوا فيه 200 واحد كان قصر. طيب عمو انتو في عندكم مدارس برا السان، تروحوا مدارس شي؟ ما في مدارس، ما في خاص مدارس، هدموهن عرصات الاسد كلهم، ما خلي ولا مدرسة. المشافي هدموهن، ما لك شان المشفى هدوات شلون ضربوه. طيب عمو انتو هلق جاي يكون العيد، انتو مجهزين حالكم للعيد، اشتريتوا ثياب العيد؟ انا اللي ثيابي من هذاك العيد، اول الثورة اشتريت. صلي زمان لان هلق انتو ما اشتريت ثياب العيد. ما اشتريت انتو اصلا في ثياب، ما في خالص برسته. انتو فرحانين بالعيد هيك، مبسوطين، حابين؟ كل يوم مبسوطين. الضرب عنا جاي كل يوم بضرب، كل يوم بيجيب الطيارات، بيجيب صواريخ، ايش بعرف، كله بضل يضمنا. العيد مثل أي يوم عادي، ما رح يعني مثل كأنه أي يوم، ولا كأنه عيد، ولا كأنه عيد. يعطيكم العافية. عيد الرسان 13/10/2013. المعاناة الإنسانية بسبب الحصار، خانق والقصف المستمر على المدينة.